محمد. يعني لا حديث في مصر والمغرب تحديدا إلا عن المواجهات اللي بين الكرة المصرية والكرة المغربية. صحيح. لك أن تتخيل حجم هذه المواجهات، نصف نهائي دوري الأبطال، نصف نهائي الكونفدرالية، منه 7 فرق من 8 من مصر والمغرب. عندك الأهلي والزمالك وبيراميدز من مصر، وبيراميدز موجود في الكونفدرالية، وعندك الرجاء والوداد ونهضة بركان وحسنية أكادير. ده دليل على أن الأفضل حاليا في الكرة الأفريقية هي الشمال الأفريقي، والأفضل في الشمال الأفريقي مصر والمغرب. ده حقيقي. المنافسات قوية، منافسات شرسة، وده يعطينا مؤشر كبير جدا أن المواجهات الثلاثة أو المواجهات الأهلي والزمالك تحديدا مع المغاربة المباشرين الوداد والرجاء هتكون مواجهات من النوع الشرس، من النوع القوي. ويعني لا يكاد اي محلل رياضي يستطيع التوقع نتيجه من يتاهل الى المباراه النهائيه. النسب متساويه بين كل الفرق، لان الفرق كلهم تقريبا يعني مخلصين الدوري في توقيت واحد. تقريبا كان في يمكن صراع شرس جدا على الدوري المغربي وانتهى في الدقيقه 88. يعني تقدر تقول ان الوداد برضو بطل للدوري المغربي لغايه الدقيقه 88، هو البطل وكان متفوق في فترات، وكان متفوق فترات طويله جدا يعني. يعني 88 هو البطل لولا ان جاء هدف الرجاء في الوقت القاتل واقتنص البطولة. النادي الأهلي برضو حسم البطولة بكرا، ورغم ذلك ظل قويا ويلعب بجدية وبشرف وبقتال كبير جدا حتى اللحظات الأخيرة. شفنا ده في مباراة بيراميدز، رغم أن المباراة ليست للأهلي فيها ناقة ولا جمل، إن الأهلي أداها بشكل قوي، شكل مميز، لعب مباراة كبيرة جدا، لعب للاسم النادي الأهلي، لم يلعب لاسم بيراميدز ولا الزمالك ولا أي حد، لان ده النادي الاهلي، النادي الاهلي عمره ما بيفوت مباراه، فركز قوي ولعب حتى بعد ما اتطرد. طب وانا اللي يخلي الاهلي يضغط لعيبته ويكثف وورا 10 وعندي مباراه تاريخيه بالنسبه لي، ايه اللي يخليني اعمل كده؟ الا قيمتي انا كنادي اهلي، والا ان عايز اطمن على لعيبتي. والحقيقه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد جاء الطرد في صالح، زي ما قال الاستاذ جمال، في صالح النادي الاهلي. ازاي تواجه فريق قوي زي فريق بيراميدز ولديه دوافع واهداف اكتر منك مليون مره؟ انت مش هتفرق معاك كسبت خسرت اتعادلت، اما هو كان يهمه انه يكسب عشان المركز الثاني. فبتواجه هذا الفريق بهذه القوه الهجوميه الشرسه، وتستطيع ب 10 لاعبين انك تخرج من وراه، وكنت قاب قوسين او ادنى من تحقيق الفوز. فده يعني اضاف للاهلي، اعطى الاهلي، منحنا احنا برضو نوع من الاطمئنان، نوع من الثقه، نوع من الهدوء قبل المباراه، لان كان في نوع من قلق لدى الجماهير النادي الاهلي. لكن المباراه دي فعلا اثبتت ان موسيماني يقدر يتحكم ويقدر يدير، واللعيبه عندها قدرات وعندها دوافع وعندها عزيمه كبيره جدا. اتوقع مباراه شرسه جدا بين الاهلي وبين الوداد. طيب.